بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية، وياريت تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. في حلقة اليوم معنا 1 2 3 أقراص وشراب، وهو يحتوي على 3 مواد تعمل معا على علاج أعراض البرد والأنفلونزا، مثل تخفيف أعراض احتقان الأنف واحتقان الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي، وتعمل على تخفيف أعراض الحمى مثل نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية والعطس وحكة العين. الجرعة شراب للأطفال من 6 إلى 12 عام 10 ملي كل 4 أو 6 ساعات. الجرعة في الأقراص من سن 16 عام فما فوق قرصين كل 4 أو 6 ساعات. عبوة الشراب 120 ملي سعرها 10.50 جنيه. عبوة الأقراص 20 قرص سعرها 15.50 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة.